مفتقد فتره كبيره جدا، بدا الاهلي يستعيده مؤخرا مع مدرب مصري لازم ياخد حقه هو الكابتن حسام البدري. النقطه الثانيه بلاش بلاش مدرب مصري دي، بلاش مدرب مصر، لا اصل ما لهاش اعتبار قوي المدرب المصري دي، يعني ما لهاش انبياء مش كده. الاعلام كله خلانا نتكلم بمصداقيه، كان الاعلام طلع يتكلم عن كابتن في المباراه. انا سؤالك في المباراه، بتكلم في سؤالك في المباراه. النقطه الثانيه يا كابتن، النقطه الثانيه يا كابتن، انا بشكرك طبعا، بشكرك وفي نفس الوقت بقول طبعا وباكد تاني ان يعني الفتره اللي احنا فيها طبعا وصلنا يمكن تاني عام على التوالي، اكيد انا قلت حصل تطور في حاجات كتيره جدا، حصل انسجام في حاجات كتيره جدا، فكرنا مع بعض كلنا الفرقه والجهاز واللعيبه والموجودين كلهم والاشخاص الموجودين طبعا حصل انسجام وفهم اللي احنا بنعمله. وفي نفس الوقت انا بقول تملي يعني دائما اما بتصل لدرجه انت بتسعى ليها انت والجهاز، وفي نفس الوقت اللعيبه بتبقى مقتنع بيها زي ما انت بتقول، بيبقى مهم جدا. فانا بقول ان المجهود ده كله طبعا مجهود الجهاز الفني والناس اللي بتشتغل معايا ومجهود اللعيبه بشكل كبير جدا، لكن انا دائما طبعا بقول ان لسه عندنا طبعا اهداف كتيره جدا، وان شاء الله انا عندي ثقه كبيره جدا جدا في مجموعه اللعيبه اللي موجوده، وبالرغم ان في اشياء كتيره جدا قد اوضحها في يوم بس بعد ما ينتهي الموسم ان شاء الله، لان انت بتتكلم في نقطه في حاجات كتير عاوزه تتوضح، لكن ان شاء الله ما ينتهي الموسم ويجي اكيد طبعا هيبقى في لقاءات معاكم ان شاء الله وتتوضح اشياء كتيره جدا، لان في حاجات كتيره جدا عاوزه تتوضح لاطراف كتير جدا يعني ان شاء الله. اتفضل. النقطه الثانيه احنا شايفين النادي الاهلي طبعا ان فريق اللي بيدور على البطوله والفريق اللي بينافس على البطوله بيبقى عنده تعدد في محاور في الجانب الهجومي، لكن النقطه المهمه جدا هو ثبات الشكل الدفاعي والكوره على النادي الاهلي وسرعه استخلاص الكوره. النادي الاهلي في ثبات من الموسم الماضي والموسم من الموسم الحالي عنده يعني معدل 3 أو 4 ثواني بيقدر يستخلص الكوره من على الرغم من ممكن غياب تمام يعني بعد اذنك طبعا انت بتتكلم لانك انت مذيع شاطر وفاهم فهتتطرق لاشياء كثيره جدا، فانا معاك ونبقى نتناقش في الكلام دوت يعني بعد اذنك طبعا، لانك بتتكلم في نقط مهمه جدا صدقني، وانا ببقى ساعات نفسي اتكلم فيها ونفسي يبقى في ايضاح في حاجات كثيره، لان انا بحب اتكلم في الكوره وبحب اتكلم في اللي انت بتقول فيه ده وبحب حد يحاورني في الحاجات دي، بس يبقى برضه الفهم اللي انت بتقوله ده. لكن ان شاء الله هيجي وقت ان شاء الله خلينا نخلص بس الماتش يعني، بس بهنيك على افكار لان بقول لك انا بستمتع بالكلام ده وبحب الكلام في الكوره بالشكل اللي انت بتقوله ده. بس طمنا على اصابه حمودي وعلى الامام طمنت يعني حاجه، وثاني حاجه تقييم حضرتك لاداء صلاح محسن النهارده في المركز الحكم دي في الموضوع الجديد. هو طبعا بالنسبه لحمودي صعب تحدد الاصابه، لكن اكيد هي الاصابه يعني مش جامده قوي لكن هتاخد وقت شويه يعني مبدئيا كده الدكتور خالد قال سبرين انكل يعني، فممكن تاخد وقت شويه. في نفس الوقت بالنسبه لصلاح محسن انا بقول اداؤه بيتطور معانا، لان طبعا هو لسه برضه ما قعدش معانا فتره، الانسجام بيزيد لكن قدراته اكتر من كده بكتير، وانا ان شاء الله هستخدم قدراته باذن الله والفرقه هتستفيد من قدراته وهيبقى عندنا اصرار ان انا استخدم قدراته لمصلحه الفرقه. لكن اكيد برضو خلينا نقول برضو عشان يبقى في عذر ليه شويه برضو ان انا بحاول استخدمه في مكان هو اصلا سترايكر راس حربه، لكن عنده القدرات ان انا ممكن العبه في حته تانية على الاطراف شويه بشكل فيه عمق قطري شويه لحته راس الحربه، فده ان شاء الله اللي هيحصل، لكن بنشوف طبعا مصدر خطوره عنده سرعه اداء ومميزه جدا والاكسلريشن بتاعه بالذات في الاول بيبقى خطر على يعني ممكن يضرب بيه اي مساحات دفاعات بتبقى موجوده، فده اللي هنحاول نستخدمه ان شاء الله. اتفضل. تمام متشكرين.